الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتدح عباده المؤمنين في كتابه العزيز بأمور أربعة، وأعني بذلك الذين يعملون الصالحات، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وصف الله سبحانه عباده الذين يعملون الصالحات بهذه الأوصاف، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي عندهم من خشية الله ما يحملهم على الخوف من لقائه والوصول بين يديه في يوم تطوى فيه السماوات وتبدل فيه الأرض غير الأرض، وينزل ربنا للحساب، ويؤتى بالنبيين والأشهاد، فتأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وترى فيه الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره، في الناس منتشر عظيم الشان، والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين جاهزتان. في يوم تطاير فيه الصحف بشمائل الأيدي وبالأيمان، والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. في ذاك اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين فيبلغهم الداعي وينفذهم البصر في أرض جديدة بيضاء نقية
لا فيها عوج، لا فيها معلم لأحد، لا فيها علو ولا انخفاض. يحشر الناس إلى ربهم حفاة عراة غرلا، يقفون بين يديه للحساب، فيومئذ حساب ولا عمل، واليوم عمل ولا حساب. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي مشفقون من هذا اللقاء، ومشفقون من ذاك اليوم، هذا اليوم الشديد تعرض فيه جهنم على العباد. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يوم يعرض فيه المجرمون على جهنم، ويوم يعرض الذين كفروا على ربهم. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. في ذاك اليوم يفلح من خشي ربه ومن اتقى الله سبحانه وتعالى وعمل لذاك اليوم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ما أعظم هذه العبادة الجليلة، يخشون ربهم ويخافون يوم الحساب. الذي يخشى ربه يعمل لأجل ذلك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل وله أبناء، فلما قارب الوفاة قال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: ولكني ما تركت شاردة ولا واردة إلا أتيتها. أنا أي حاجة عملتها؟ أي حرام سويته؟ قال لهم: أنا إذا ما مت فاحرقوني ثم اسحنوني، يعني دقوا باقي الفضل من لحمه ده وعظامه، يسحنوها تبقى زي الدقيق، ثم روا يوما ذي ريح، شوفوا يوم هوا شديد، فذروني في اليم، شتتوا الباقي من ندى جوا البحر. قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. هذا الرجل رغم انه ارتكب جرائم في انكاره للبعث وفي اعتقاده ان الله لن يعيده اذا ذري، وفي هربه من الله، ولكن لما كان يخشى ربه سبحانه ويخاف من لقائه جمعه الله تعالى بعدما صنع به ما أراد. ربنا جمع، قال له: يا عبدي كن فكان، رجع زي ما هو. قال: ما حملك على ما صنعت؟ انت ليه قلت اسحنوني واعملوا ده كله ليه؟ قال: خشيتك يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له. ما أعظم الخشية في القلوب. لذلك لما سئل أحمد وهو جبل العلم وإمام السنة، سئل عن العلم
قال العلم الخشية، يعني علمك، ما المعلومات اللي انت بتحملها وثقافات وتفقه وفلسفة بكلمات وعبارات تحفظها ونصوص ترويها، ليس هذا العلم، إنما العلم ما حملك على خشية الله، أن تخاف ربك في السر والعلن، وأن تعمل ليوم تقف فيه رجلاك أمام ربك ليس بينك وبينه ترجمان، فيسألك عما عملت وعما اغترفت. خشية الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى لي ولكم الخشية المطلوبة شرعا عند الله سبحانه وتعالى، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله الشرعية القرآن، أعظم كلام الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا القرآن العظيم يؤمنون به ويعملون به كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء آمنوا بآيات الله الشرعية وآمنوا بآيات الله الكونية الدالة على كمال وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بالنجوم وما لها من فروج، ما فيها خلل، ما فيها عيب، بغير عمد ترونها. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي جبال شامخات يثبت الأرض وزين للأرض وجعل في الجبال فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ما يتأمل العبد في مخلوقات الله؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ حيوان يعيش في الصحراء القاحلة أيام ما يشرب موية، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ويخلق ما لا تعلمون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لها طباع تشبه طباع بني آدم في حياة كثيرة، شكلها ذات بديع، حياة غريبة. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون
والذين هم بربهم لا يشركون. ده مدح عظيم، ما يشرك به الله أحد، ما يعبد مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غير صالح، لا يعبدون مع الله أحد. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللي مدحهم ربنا ديل قال لا يشركون، لو استعين تستعين بالله، ولو دعيت تدعو الله، ولو أصابتك كربة تتذكر ربك وتلجأ إليه وتدعوه، ما تدعو غيره، ما تدعو غيره. أما يجيبه المضطر إذا دعاه، معنى الآية منو اللي بيجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ اللي بيدعوم الناس الليلة من المقبورين والموتى وأصحاب القباب لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. المؤمن يلجأ إلى ربه ولا يجعل لله أندادا ولا يجعل لله شركاء في العبادة. دي الصفة الثالثة الأخيرة. قال والذين يؤتون ما آتوا، يعملوا الصالحات، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهم الذين يسرقون ويزنون ويخافون من الله؟ قال لا، بل هم الذين يصلون ويصومون ويخافون من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا ما يتقبل منه. عمر رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الإيمان والكفر، قال ابن مسعود ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر، ربنا عز به الإسلام ونصر به الدين، ومع ده وهو يعمل الصالحات ويسابق في الخيرات يجي يوم يطعن، يطعنوه 6 طعنات في المسجد وينقلوا لبيته والدم يخرج من بطنه وهو يعاني سكرات الموت، يدخل عليه عبد الله بن عباس ومعه ولده ابن عمر، وابن عباس يذكر له في محاسنه والخير اللي قدمه، أنت الذي فعلت وأنت الذي صنعت وأنت، يقول لابن عباس ويلك يا ابن عباس أتشهد لي بذلك عند الله؟ ولد شيل يخط على حجره، يقول له يا بني ضع رأسي على التراب لعل الله يرحمني. هذا عمر الفاروق. أبو بكر الصديق وهو من هو من السابقين الأولين، هو الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر، هو اللي قدم ماله واللي قدم نفسه. ويوم من الأيام في صلاة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر الصديق يقول أنا. من عاد اليوم منكم مريضا؟ أبو بكر الصديق يقول أنا. من اتبع اليوم منكم جنازة؟ أبو بكر الصديق يقول أنا. من أطعم اليوم مسكينا؟ يقول أنا. 4 خصال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعت في رجل في يوم إلا دخل الجنة، سباقين بالخيرات. مع ده كله يقول لو أن رجلي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله، ونحن نايمين على العسل، لا عندنا عمل
وعندنا أمان. ولهذا قال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع سوءا وأمنا. فهؤلاء هم الذين يعملون الصالحات، سباقون بالخيرات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.